في تصريح خاص أدت به صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عهد البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تعليقا على ما جاء في الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة بمناسبة افتتاح أعمال الدور الختامي من الفصل التشريعي الرابع. قالت سموها إن الرؤية الملكية وما تحمله من قناعة راسخة مهدت المرأة البحرينية وأوجدت لها الفرص النوعية لبلوغ هذه المكانة الرفيعة في مجتمعنا البحريني لهي مصدر فخر واعتزاز للجميع، ونستمد من هذه الرؤية دلالات قاطعة تؤكد على المضي مسيرة تقدم المرأة البحرينية دون توقف التي أصبحت بجدارة عنصر ثبات واستقرار لا يمكن الاستغناء عنه في بناء البحرين المستقبل. وأوضحت قرينة عهد البلاد المفدى بأن عهد البلاد المفدى قد حدد بدقة موقع ومكانة المرأة البحرينية وحسم بشكل لا يدعو لأي شك بأنها قد تجاوزت مراحل التمكين التقليدية وأنها تأخذ مكانها الطبيعي في ساحة العمل والبناء، وهذا نتاج طبيعي يتسق وينسجم تماما مع رقة مسيرة البناء الوطني التي ستبلغ مئويتها الأولى في عدد من مجالات العمل، وهو ما مهد لدخول المرأة المبكر في تلك المسيرة وترك بصماتها الواضحة والتي نجد نتائجها مماثلة أمامنا اليوم وتثبتها الأرقام والإحصائيات المشرفة. واردفت سموها بأن هذه الرؤية الملكية يجب أن تنعكس في كافة السياسات والخطط الوطنية لترجمتها بشكل يضمن استلامة تقدم المرأة البحرينية ويحافظ على إنجازاتها ونجاحاتها النوعية في الكثير من مواقع العمل، مع ضرورة السعي المستمر لبيان أثر تلك المساهمات النوعية في الارتقاء بالمجتمع والحفاظ على مكتسباته والإسهام في نجاحاته القادمة بإذنه تعالى. وفي ختام تصريحها أكدت صاحبة السمو الملكي قرينة عهد البلاد المفدى بأن المجلس الأعلى للمرأة وفي ضوء هذه التوجيهات والرؤى السامية سيستمر في سعيه الحثيث للقيام بدوره على أكمل وجه وبالتعاون مع حلفائه وشركائه في العمل الذين يستحقون كل تقدير على ما يبذلونه من جهود ومساعي جادة ومتواصلة لتعظيم إنجازات ومكتسبات المرأة البحرينية، مع الأخذ في الاعتبار غزارة وعمق التراكم المعرفي للمرأة البحرينية واتساع نطاق مشاركتها الوطنية، ونجد في ذلك الأساس القوي الذي تقف عليها بثبات قواعد نهضة المرأة وتقدمها في العهد الميمون لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه، النصر والدعم الأول لرفعة وتقدم المرأة البحرينية.